العرافة وشيخ العرافة. مستعد؟ أنا هسيبكم بقى مع بعض احتفلوا مع بعض. ربنا يلا يا عرافة أنت وشيخ العرافين. استني بس مش هوصيكوا على الدكتور أشرف ها؟ كل مرة العرافة العرافة اللي أنا متجوزاه ده ربنا ما يوريك يا شيخة روحي ربنا يعين عليك. ما هو ومراته. طب ما نطلع فاصل نتخانقوا وبعدين نرجع أو يروحوا ويسيبونا. بقول لك ايه يا دكتور؟ قول يا ست. انت ايه اللي مزعلك من وزيره الثقافه؟ انا؟ ايوه دي حبيبتي. لا والله ما بتعرفش تخبي خالص. لا والله لا لا انا بحب جدا وبحترم جدا دكتوره ايناس عبد الدايم واديل ليها بفضل كبير. ولكن احنا بنزعل من حبايبنا عادي يعني. شوفي يا عزيز السيده صاحبه تفضل عليا. اه وهي اللي جابتني رئيس لاكاديميه الفنون وده في رد اعتبار كبير جدا بالنسبه لي. وانا كنت يعني الحمد لله اشتغلت يعني بكل ما اوتيت من قوة الحمد لله وعملت في الاكاديميه يعني شغل كويس جدا 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 وكنت يعني اعتقد ان كنت استحق ان استمر شويه. اه انا وصلت لسن المعاش او الستين بس كنت استحق ان انا استمر شويه لان خاصه كنت فاتح بطن مشاريع وكنت عامل حاجات كويسه جدا. ولكن قفل القوس ما يعني ما اتبسطتش منه. يعني انا من المؤمنين بالنهايه السعيده يعني في الاخر يعني معلش للاسف ما قانونا ما توافقش على التجديد ليك وكده بس هي طبعا الموضوع يعني مش بايديها قوي. لان في بس انت بتقول ان هي بتنفذ القانون يعني 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 اه لكن يعني انا كنت اتمنى او كنت متوقع انها هي كان في ايديها ممكن يعني لو تعبت شويه عشان كان ممكن يبقى في امل لكن يعني لكن هي في الاخر يعني في قانون و اختصرت وانا يعني انا اديت دوري ولكن كنت استحق ان هي احسن من كده شويه خصوصا يا دكتور ان كل الطلبه بتوع الاكاديميه كانوا مدعمين وكانوا كاتبين في الصفحات كلها عايزين وعايزين وعايزين يعني انا يعني عمري كله في الاكاديميه وحياتي كلها في الاكاديميه وكنت عارف ان انا مفيش حد مش ما يعني ما احنا هنمشي ايوه بس لكن في الوقت اللي هو يعني النهايه كانت يعني لو كانت بدري شويه كنت عرفت كانت مهدت لي شويه كنت يعني لكن فوجئت كان اخر يوم ليا يوم السبت وتلقيت تليفون يوم الاربع او الخميس فطبعا ويعني ما كانتش دي نهايه استحقها يعني حتى لو همشي انا مش معترض ان انا امشي ما حدش يعني يملك قرار ولكن ايه النهايه اللي انت كنت متوقع انك تستحقها؟ يعني مثلا يدوك تكريم يعملوا لك تكريم يدوك توقيت يبلغوك فيه انك تستعد نفسيا انه يبان حتى ان هم متمسكين بيك بس ده حصل بروح القانون محاوله يعني حضرتك لخصتي اللي انا عايز اقوله